صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. نهار جديد عم نبدأ نحن وياكم بتوقيتنا الجديد، يعني نحن وانتم بدنا هيك شوي وقت لسه لنتعود على التوقيت الجديد. رح نكون معكم أكيد وعدنا يعني من بعد شهر رمضان والعيد بصباح الخير، لنكون معكم دائما من بعد موجز الساعة 10، نكون معكم على الهواء ومنرافقكم يعني ب أوقات إن شاء الله تكون مفيدة، وإن شاء الله بداية النهار بتكون حلوة عليكم. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك يا آية، وصباح الخير لكل الأشخاص يلي انضموا لنا بالتوقيت الجديد يلي هو 10:10 من بعد ما قالت آية بعد الموجز. ساعة ونص من الوقت غنية بالمواضيع والفقرات المنوعة، رح نتعرف على أبرزهم مع بعض. يعني يمكن نور أغلبنا كل نهار لازم يشرب فنجان القهوة لحتى يصحصح، باعتبار المشروب الصباحي المفضل بيكون عند كتار، بس ممكن هالدراسة الجديدة تغير رأيكم وتخليكم تبدلوا قهوة الصبح بكاسة شاي بقلبه مكون سحري. تماماً آية، هذا المكون السحري بيحتوي على 5 فوائد ضرورية. لتعرفوا شو هو هذا المكون وشو يلي بيضيفه لجسمنا بفترة الصباح، خلونا نتابع سوا. من زمان كتير كانوا الناس يستخدموا أوراق الغار بشكل كبير بالمجالات الطبية بسبب رائحتها العطرية وفوائدها العديدة للجسم، وغالباً بيتم استخدامها لتعزيز الطعم والمذاق الشهي للكتير من الطبخات. وبآخر الدراسات تبين للباحثين والخبراء أنه شرب الشاي مع ورق الغار يومياً وخاصة بالصباح الباكر مفيد جداً لكتير من الأسباب. أولاً، الغار بيحسن من مستوى الجلوكوز والدهون للأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، كونه بيحسن حساسية الإنسولين. ثانياً، من المعروف أنه أوراق الغار بتحسن عملية الهضم عن طريق تحفيزه وتعزيز البول، فهي فعالة جداً بمنع الإمساك. ثالثاً، الشاي مع ورق الغار بيشكل تركيبة قوية من البوتاسيوم، مضادات الأكسدة والحديد، هالعناصر الغذائية مفيدة لصحة القلب وخفض ضغط الدم. رابعاً، لتعزيز جهاز المناعة وتقليل فرص الإصابة بأي عدوى، هالخليط بين الشاي والغار هو السر لاحتوائه على فيتامين سي. خامساً، أوراق الغار بتحتوي كمان على فوائد القرفة يلي بتعزز التمثيل الغذائي وبتنقص الوزن. ومن الناحية النفسية، هالأوراق السحرية بتقلل من مستويات التوتر بشكل ملحوظ. يعني هالفوائد الخمسة هي الخلطة المناسبة لتبدأ صباحك بصحة جسدية ونفسية ممتازة. ما بعرف إذا جماعة القهوة ممكن يقتنعوا بإنه يبدلوا للشاي، أنا عن نفسي ممكن جرب، بس يعني ما بضمن يعني. إنه تكملي كل نهار مع كاسة الشاي ورق الغار. ما بعرف، منجرب منشوف. يمكن نور من نحن وصغار دائما منكره الدوام الأول من بعد العطلة، وهذا الشيء اللي امتد يمكن من المدرسة للعمل الوظيفي، لدرجة إنه ممكن بعض الشعوب يسموا هذا الشيء باكتئاب ما بعد العطلة. أحد الصحف الإنجليزية رصدت بإنه 57% من المسافرين بيعانوا من كآبة ما بعد العطلة. خلونا هلأ نشوف السوريين شو رأيهم بهالموضوع. كتار من الناس بيخافوا من انقضاء أيام العطلة والإجازات،
لأنه بيعتبروا هالشي عودة للروتين اليومي اللي ما بيخلص، وخاصة لما بيكون سابق هي العطلة شهر رمضان اللي بيمتاز بطقوس وأجواء خاصة. ونحن بدورنا سألنا الناس بالشارع عن مشاعرهم بانتهاء الإجازة والعودة للحياة الطبيعية. بعد عطلة العيد أو عطلة معينة العالم تكتئب، تصير معاه؟ لا مو ممكن. بجوز في عالم إيه؟ في عالم تضل مبسوطة. والله تلقائيا يعني بدها تطلع لنا أول يومين رح يكونوا هيك، ثالث يوم خلاص واحد يكون رجع اليوم كله عادي، بنسى العيد وبنسى العطلة وبنسى كل شيء. شيء عادي الواحد يكتئب يعني، بس أنا بالنسبة لي رواق يعني، الواحد بيتعامل معي صار يطلع لمكان بفرق، أي شيء من هالشيء. ما بتحس أنت بعد الاكتئاب يعني دغري تتأقلم مع الوضع وتداوم عادي؟ هلا هون لازم يكون عندك مناعة تامة يعني من كثير شغلات ما لازم تكون عندك يعني أنت كإنسان طبيعي. بعد ما نعطل فإجباري. قاعدة بالبيت لا طلع على فوتات. تعود على العطلة وتعود على القعدة وفوتات وطلعات ومع رفقاته. فبده يرجع للشيء الروتيني اللي كان عنده قبل، فإجباري بده يرجع الروتين تبعه إنه بدي فز أنا وروح على الشغل وأرجع بدي أجيب أغراض وكذا، فإجباري شو بده يصير عنده؟ الاكتئاب، لأنه أنا عشت مرحلة حلوة. من الطبيعي إنه الإنسان يكون مثلا يشغل بعدين يعطل ثلاث أيام أوف بعدين شغل، إجباري بده يكون في عنده خمولة واكتئاب، فهذا حالة طبيعية جدا. روتين، هذا الروتين تغير روتين يعني، مثل ما مثلا بعد رمضان الواحد بيكون متعود على نظام نوم معين، بالعيد بيجي بتخبص النوم كله عنده، فهيك بكون متوقع يعني. بدي اخلاقه هيك لانه بغير عليه الجو، بغير عليه المناخ، بغير عليه الوقت، مثلا بكون منظم اوقاته هيك، الساعات بكون معطل وبيجي هيك بغير الوقت تبعه، هذا الاكتئاب. والله أنا ما بشتغل لحتى أحس إنه بهاي الحالة، بس يعني ليش ليكتئب الواحد؟ كل شيء حلو، كل شيء بوقته حلو. طبعاً لا، أنا من يومي بشتغل وبدرس يعني. لا أنا سبعان باكتئاب العطلة إذا بدك. أنت معطل بالتالي. إيه إجباري إنه ما في شيء تعمله بالحياة يعني. هلا ببعض الحالات ممكن يوصل هالشيء للاكتئاب. فحسب مقال نشرته صحيفة ديلي ميرور أنه 57% من المسافرين البريطانيين بيعانوا من كآبة ما بعد العطلة، ولكن هالاكتئاب ما لازم يطول. فذكرت صحيفة إسبانية أن المعدل الطبيعي لمتلازمة اكتئاب ما بعد العطلة لازم ما يتجاوز 15 يوم، وإذا استمر لأكثر من أسبوعين فممكن أنه يدل هالشي على أنه الشخص بيعاني من مشاكل ببيئة العمل أو الدراسة. وهلأ صار الوقت لنبدأ معكم بأولى فقراتنا يلي رح نحكي فيها عن علاقة الكنة الجديدة ببيت حماها، خاصة حماتها، علاقة لا تخلو من بعض الحساسيات إلا إذا تصرف الطرفين بنضوج ومحبة وعقلانية. وهذا محور حديثنا مع الاختصاصية النفسية أسيل سكري. سعد صباحك. سعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. سعد صباحك أستاذة أسيل. سعد صباحك فيكي معنا. صباح الجميع يا رب. أهلا وسهلا فيك. يعني حياة جديدة، عائلة جديدة بتكون الكنة عم تدخل عليها لما يعني نبلش بموضوع الزواج والخطبة وإلى آخره. بداية خبرينا شو شعور الكنة بيكون بهذا الموقف، بأنه هي داخلة لحياة جديدة لعائلة جديدة. تمام. طبعا هو أكيد هو تغير كتير كبير يعني بالوقت يلي الكنة تنتقل لحياة زوجية، فهو تغير مو بس على الكنة، هي على الكنة، على الحماية، على الزوج، على كل أفراد العائلة الجديدة. منعطف كتير مهم بالحياة، فشي طبيعي مع بداية أنه هو منعطف جديد الأمور ما كتير هي بتكون واضحة، في شغلات بتكون جديدة بالحياة اليومية، بطريقة التعامل، بالاختلاف، بالسكن، بكل هاي التفاصيل. ممكن يعني يترافق معها أكثر شيء مشاعر الخوف. تمام. الخوف من حيث مثلا أنه أنا شو مطلوب مني، كيف لازم أظهر بصورة جيدة، كيف لازم أتعامل بطريقة مناسبة، أو كيف حيعاملوني، كيف رح يتقبلوني، كيف رح يكون في تقبل يعني منهم بشكل عام. فغالبا هي المشاعر بتكون هي من أكثر المشاعر يلي بترافق يعني أي إنسان وقت بيقدم على خطوة جديدة، وخصوصا بحالة الزواج. يعني هذا الخوف شيء طبيعي؟ صحيح. أوكي. طالما استمر طبعا لفترة مؤقتة. أوكي. يعني هو في حال استمر لفترات طويلة صرنا هون عم نحكي إنه فتنا بإطار مشكلة. مشكلة. أما ولكن ببداية أشهر الزواج الأولى فهي المشاعر هي طبيعية. وبظن فترة الخطوبة هي مرحلة لحتى هي الكنة تتعرف على بيت الأحمى، تشوف حياتهم كيف، طريقة تعاملهم، لحتى تكون تعرف كيف تتصرف وقت تكون متواجدة معهم. الحماية
اللي هلا في شعور ممكن ينتابه انه هاي الكلمه ممكن تكون منيحه ممكن تكون سيئه، في فتره ما بعرف بدي اعتبرها انه كل واحد بيكون حافظ ماء وجهه وكون كتير كلاس، يعني هي ما بدها تقدر تعمل اي شيء، والحمايه مشان ما تكون تبلش من اول حمايه. شو شعورها بوجود الكنة بفترة الخطبة وبعد مرحلة الزواج؟ يمكن من أكثر الأمور يلي هي ممكن شائعة بهي المرحلة كون الحماية هي بتكون ربة الأسرة، الأمور بإيدها، انتماء الأبناء إلها، تعاملهم ومرجعيتهم إلها، صار في منافس أو صار في شخص جديد هو ممكن أنه يكون بمثابة منافس له، فهذا الشيء ممكن يخلي في شعور بالتهديد انه انا وين حتكون مكانتي، شو راح يصير فيني، يا ترى علاقه ابنائي حتضل نفسها معي، حتتغير، راح يكون هي وجود الكنه هو شيء ايجابي او انه هو بالعكس حيسبب مشاكل توترات بالعلاقه، فبيكون في هي المشاعر المختلطه كمان موجوده هي عند الحمايه كمان بهي المرحله، يعني في تخبطات، في تخبطات كمان هي طبيعيه لبين بقى ما يستقر الوضع تماما، فبتكون البطيخه حمراء يا بتكون بطيخه بيضاء او بين بين. طيب يمكن السؤال اللي هلا بيكون عم يخطر عند الكتار هو انه طب ليه بتصير المشاكل؟ يعني هل صحيح. هذا السبب هو الوحيد انه هي مثلا لنفرض الحمايه خايفه على مكانتها عند ابنها والى اخره، ولا في اسباب ثانيه ممكن تكون، خاصه انه يمكن الدراما كثير كانت بتصور لنا يعني بالمسلسلات والى اخره، هو موضوع انه لازم الكنه والحمايه يكون بيناتهم مشاكل، لازم يكون في حرب صايره بيناتهم، ونادرا ما نلاقي مسلسل مثلا عم بحكي كيف نحن بنتاثر يمكن بشكل غير صحيح. مباشر بيورجيكي انه لا العلاقه حلوه مثلا اللي بتجمع الكنه وحماتها، فليه بتصير المشاكل؟ شو ابرز الاسباب؟ طبعا هون انت عم تحكي يعني عن صراع هو من الازل الى الابد تمام. وهو حيوي موجود على طول، ومثل ما قلنا انه اللي بيغذيه هو وجود الجوانب الاعلاميه والمسلسلات او حتى في شغلات ابسط اللي هي النكات والامثله الشعبيه، صح يعني صحيح. في كثير من الامثله، في كثير من النكات اللي هي مثلا بتركز على انه ما في توافق او ما ممكن انه هن يحبوا بعضهم او انه هن ينسجموا مع بعضهم البعض، فهذا معناته شو بيدلنا على نقطه انه كل حدا من الحمايه او من الكنه او حتى من الزوج وقت داخل على الحياه الجديده في توقعات بباله، هي التوقعات هي كثير لها صله شو سمعنا، شو ربينا، شو شفنا، كيف نمط اهالينا اصلا مع بيت حماهم، فهي بتلعب دور وقت بينتقل الانسان لهو شخص مستمع او متلقي ليصير هو موضع التنفيذ او انه هو بده يكون يعني العلاقه الاساسيه هي عم ترتبط بقى مع الحمايه او مع الكنه، فبنقدر نقول هون انه احد اهم الاسباب هي يا ترى التوقعات يلي كل حدا موجوده عنده تجاه الطرف الاخر، مثلا اذا الحمايه فرضا عندها توقع انه مثلا الكنه لازم تكون مثلا مسايره لطيفه مبتسمه اغلب الوقت، ما تتضايق ما تعصب، نجي على الحياه العمليه بنلاقي انه هي التوقعات هي ما لها كثير اساس من الصحه، انه يعني بالنهايه هي انسان وطبيعي مع ضغوطات الحياه اليوميه تظهر مننا ردود افعال، هذا امر طبيعي مثلا، او مثلا الكنه يكون في توقع بباله انه فرضا حماتها ممكن بتسيء التعامل لها، بدها تخرب بينها وبين زوجها، بدها تتدخل بحياتها، فوجود هذا التوقع بشكل مسبق حيخلي الكنه تتصرف بشكل انه هي بدها تحمي حالها من وضعيه الدفاع تمام، او بدها تقصي الحمايه او بدها تبعدها، فهون هي وجود هي التوقعات اللي هي مبنيه مثل ما ذكرنا على كثير من الامور هي سبب كثير رئيسي بنشوء المشاكل والاسباب تمام. بالاضافه لامور ثانيه يعني طبيعه شخصيه كل من الحماية ومن الكنة قديش في نضج، قديش في وعي، قديش في قدرة على التعامل مع المشاكل، يعني احنا وقت بنقول انه في مشاكل طبعا اصلا وجود المشاكل هو جزء طبيعي من الحياة وامر طبيعي ولا يمكن انه الحياة تخلى من المشاكل الى درجة معينة، ولكن المشكلة هي كيف عم يتعامل كل طرف مع هي المشكلة، فإذا كانت هي الطريقة بالتعامل فيها نوع مثلا من التصعيد أو نوع من المواجهة أو نوع بأنه في كل تفصيل نحن عم يكون في نوع من الاصطدام والمواجهة، فهون كل ما للأمور بدها تتسع أكثر بتصبح هي مشاكل حقيقية، فطبيعة الشخصية هي والنضج عند كل حدا من الطرفين هي بتلعب كتير دور مهم، بالإضافة للحدود يلي مرسومة بالعلاقة بين الكنة وبين الحماية، بمعنى كل ما كانت الحدود هي غايبة يعني بمعنى الخصوصية فرضا عند الكنة فالحماية هي في نوع مثلا من التدخل مثلا بأمور خاصة، تربية الأولاد، نمط الأكل، إمتى راحت، إمتى جاي، إمتى فائت، إمتى نامت، يعني تفاصيل كتير خصوصية، هذا بيخلق نوع من ردة الفعل عند الكنة
بانه في مين عم يتحكم، في مين عم يتسلط، في مين عم يتدخل، في مين عم بيراقب. فكلياتها شو بتعمل؟ بتعمل عندها ردود افعال اما بالمواقف نفسها للدافع عن حالها او بمواقف ثانيه. صحيح. فعدة أمور هي مع بعضها البعض بتتداخل لتعمل يعني هذا النوع من المشاكل، بالإضافة إنه كيف نمط علاقة كل حدا من الزوجين بأهله قبل الزواج. بمعنى وقت بيكون فرضا نحكي عن الزوج قبل الزواج هو في نوع من التعلق أو الحماية من قبل أهله، ما كتير في له استقلالية أو خصوصية. بكل تفصيل هو بيرجع لهم، بكل نقطة هو حتى أنه بلغ مرحلة الرشد وفات مثلاً لشغله لحياته العملية، ولكن على طول في يعني مرجعية بالنسبة للأهل بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة. بلش بترجع بتنعكس بشكل مشكل على الزوجة أنه هون هي ما عم تحس أنه في إلها كيان الأسرة، استقلاليتهم، شعوره مثلاً أنه زوجها هو قادر يتخذ قرار بدون ما يرجع. فوجود هي التعلق قبل الزواج هذا بيمتد مشاكل بعد الزواج، والعكس صحيح. تمام. الزوجه مع والدتها لسه وتطول يمكن قائمه المشاكل اكثر واكثر. صحيح. وهون لازم ننتبه لنقطه كثير مهمه، اللي داخله على الحياه الزوجيه ما في داعي ترسم من هلا انه انا هيك لازم اعمل معهم وهيك لازم ساوي وهيك الخطوط اللي لازم اعملها. يلا اوكي هلا انا فتره الخطبه، بس لاتجوز لكل حديثين حديث بعد عن هدول القصص، لانه بجوز التوقعات ما تكون هيك بتاتا. صحيح. تكون الحياه ابسط من هيك واحلى من هيك، وما يكون في هي التعقيدات، وممكن نحن نكون حالات شاذه لحياه فعلا سعيده مع بيت الأحمى. صحيح. وبنات الأحمى. ننتقل للزوج يلي واقع بين نارين، بين الزوجة وبين الحماية اللي هي أمه. صحيح. خبرينا أكثر شو لازم يتصرف بهي الحالة في حال نشب خلاف، إن كان بسيط أو إن كان يعني شوي عالي الدوز يعني. تمام. هلأ بالنسبة للزوج هو محور مهم جدا جدا ومفصل أساسي بالعلاقة بين الحماية والكنة. يا أنا يا أمك. تماما. يا أنا يا دائما هي الكنة تتكرر. أنا ما عاد أقدر أتحمل أمك أو أمه، ما عاد أقدر أتحمل الكنة. فدائما هو بدور مفصلي كتير جوهري وكتير أساسي. بتوش آخر شيء من الاثنين. يعني هون بتلاقي كثير ناس لك خلص تصطفلوا عمل اللي بتكون انا مالي. تمام. ولكن هون شو اللي بصير كمان بينجم عنا مشاكل اكثر لانه صار انه في نوع من السلبيه او الانسحاب. صحيح. فهو اللي بصير انه بكل علاقه طبيعي جدا انه في كل حدا له دوره وله متطلباته يلي كل طرف ثاني لازم يكون هو واعي لها. فالزوج بهالحاله هي هو كثير ضروري انه يكون في وعي بالنسبه له انه وجود جزء من المشاكل، وخصوصا طبعا وقت نقول انه في سكن قريب بيناتهم او ساكنين مع بعضهم البعض. تمام. فالامور اليوميه طبيعي يصير في عليها اختلاف وجهات نظر ومشاكل. فاذا كان في تدخل بالنسبه من الزوج لكل تفصيل من هي التفاصيل فكل ما الامور رح تتعقد اكثر. فهون الافضل انه يلاقي لعند درجه معينه تفاصيل اليوميه يكون بالابتعاد عنها. أوكي. يعني بمعنى في الطرفين الثانيين من العلاقه اللي هي الكنه والحمايه، فهن موجودين مع بعض ومستمرين مع بعض، فبالاخير هو تدخله بيناتهم عم يمنع كل حدا يطور طريقه مناسبه كيف يتعامل مع الطرف الثاني، لانه دائما بيكون في عنصر حمايه. وقت هو بيبتعد فهو اول شيء شجع كل طرف يلاقي طريقه مناسبه للتعامل مع الثاني، وهو بالنسبه له بخفف شوي من كتر يعني النقص بكل تفصيل من التفاصيل. النقطه الثانيه انه وقت بيكون في مثلا اظهار مدح او حتى نقد قدام كل طرف عن الطرف الثاني، يعني مثلا هو موجود مع مثلا والدته فعم يحكي مثلا زوجتي عملت ساوت هيك، مثلا ما كنت رضانه هيك عن تصرفها، فرضا صرفت هالقد انا مثلا انه ما كانت هيك ميزانيتي. فهذا النقد او العكس المدح بيولد. والله ما في منا، والله طبخه، والله مثلا لبسه، اهتمامها ببيتها. فهذا بكلا الحالتين بيولد يعني مشاعر مختلطه عند الطرف الثاني، وهذا الشيء بينطبق على الكنه كمان. فوجود انه نقد او مدح بشكل واضح ومتكرر عند كل حدا من الاثنين هو كمان من احد الامور اللي بتوقع الزوج بمشاكل، بدل ما انه بجوز هو يكون فكره انه هو عامل منيح، انه عم يمدح زوجته او عم يمدح امه، ولكن احنا ما بنعرف الطرف الثاني شو عم يفكر وكيف اكتسب هي المعلومه، كيف حلله وفسرها على كيفه. حلله وفسرها تماما 100%. يعني يمكن في كتير تفاصيل تتعلق يعني بالعلاقه اللي بتجمع الحمايه والكنة، عم نحاول نحن هيك نسلط الضوء عليهم قد ما بنقدر. في وحده من القصص اللي هي لها علاقه بالزيارات، بالواجبات اللي لازم تكون يعني موجوده من الكنة تجاه حماتها. في ناس مثلا بتلاقيهم من بدايه فتره الخطبه ممكن تلاقي زيارات كثيره، يعني بتعطي خلينا نقول يمكن يكون زياده او شيء هي ما بيشبه شخصيتها، بس لك لا انا بدي اكسبهم لبيت حماي من الاول،
وممكن نلاحظ انه بعدين انه هي مو هيك شخصيتها او مو هالطبع. فشو هي يعني كيف الحدود اللي لازم ترسمها بما يتعلق بموضوع الزيارات الواجبات لما بتكون عند بيت احماها؟ شو هي لها ادوار بيكون هنيك يعني؟ وهي التفاصيل اللي تختلف من عائله للثانيه ومن صحيح. صبيه يمكن لثانيه. صحيح كمان. مثل ما قلتي هون في نقطه كثير اساسيه انه قد لا تكون في خطوط هي يعني دائما موجوده عند الجميع وبكل الاوقات وبكل الازمان. تمام. ممكن هي بتختلف بحسب الطبائع والتقاليد او العادات اللي موجوده هي عند كل عائله، ولكن في نقاط مهمة إنه مثلا مع بداية الزواج العلاقة هي مو دغري رح تكون علاقة جيدة أو علاقة سيئة أو علاقة منيحة أو علاقة ما لا منيحة. لا نحكم من هلأ. تمام، إنه لسه الوقت كتير بكير، نحن بحاجة لكتير من الوقت وكتير من المواقف وكتير من يعني التفاعلات ليبين عند كل حدا من الطرف الثاني هو كيف الطرف الثاني بيفكر، شو بيحب، كيف بقدر اهتم فيه بطريقه احفظ فيها انا حدودي وبنفس الوقت اعطيه فيها الاهتمام التقدير المحبه. ففي نقطه مهمه انه مثلا في انماط من الامهات هي مجرد فكره انه صار في زواج والابن انفصل وصار في له استقلاليته فهذا بيشعرها بالخوف والتهديد بانه انا بالنسبه لي ابني راح، فبصير هذا الشيء بيتطلب منها انه اذا كنت منيحه فهي لازم انه على طول تيجي لعندي، على طول تكون موجوده. ممكن ببدايه الزواج هذا الشيء يكون الى حد ما معقول او مثلا سهل، ولكن مع وجود مثلا الكنه حملت صار في اولاد فصار في لها مسؤوليات ثانيه، تجد تنسحب او تغير من هذا النمط فبنرجع بنوقع بمشاكل جديده. ليش كانت مهتمه وهلا بطلت؟ ليش كانت تيجي كنا نشوفها هلا بطلت؟ فوجود هي الحدود من البدايه اللي هي انه قديش الطرف الثاني هو بيلاقي من المناسب انه انا مثلا اتودد، يكون في مناسبات مثلا مهمه يكون موجود فيها، فالزياده ممكن توقع بمشاكل لانه الانسان ما رح يقدر يستمر طول حياته على هذا النمط، خصوصا هي بصدد تكوين عائله جديده. او انه البعد من البدايه، انه انا لا من البدايه انه العلاقه على الرسمي حتى ما يكون في تدخل ابدا بالمناسبات فبترجع بنوقع كمان بمشاكل انه هن بيكونوا مثلا بيت الاحماء متشوقين متلهفين انه صار عندنا كنه جديده بدنا نعرف العائله عليها، بدنا نشوفها، بدنا مثل بيقولوا يعني نتعامل معها، فبعدها ببلش بقى بيعطي وكانه في نوع من الحدود الواضحه اللي ممكن بالبدايه بيت الاحماء يلاقوها هي في صعوبه انه هن يتقبلوها، فكمان بنرجع بنوقع بمشاكل. فالى حد ما اللي هو الوسطيه بحيث انه كمناسبات اساسيه طبعا يفضل انه يكون في نوع من الموده، من الاحترام، من الزيارات، اذا كان في مثلا هدايا لو رمزيه، مثلا استشارات، حتى مثلا لو الكنه بتعرف فرضا طريقه طبخه ما بيمنع تسال حماتها. وجود هي الامور بتعطي نوع من الود وما بقى بيخلي العلاقه فيها نوع من التهديد والمنافسه، انه انا لا انت، انت لا انا، بخفف من هذا النوع من التهديد. هو بس لازم الواحد يفكر ببدايه هي العلاقه انه الحمايه هي صار عندها بنت جديده، لانه بنتها هي لبيت احماها بالنهايه، والكنه كمان لازم تاخذ بعين الاعتبار انه صار في عندها ام بالاضافه لوالدتها، لهذا الموضوع اللي لازم يصير فيه تآلف، فيه محبه. في كثير اشخاص يعني ما فينا نقول انه كل الكناين والحموات انه هنا في مشاكل وخلافات، لا، في ناس كثير عايشين حياه كثير حلوه وسعيده، ولازم بس ناخذ هي النقطه بعين الاعتبار لحتى نعرف نعيش حياه صحيحه وتكون سعيده بعيده عن الخلافات. ممكن يكون في تاتشات خفيفه بس ما تؤدي لنشوب مشاكل كبيره وعظيمه بهذا الموضوع. ختاما ما ضل غير نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتيها، والكناين والحموات بحياه سعيده دائما. ان شاء الله. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم شكرا كثير لك، واهلا وسهلا فيك معنا. يعني في ناس عزابيه لانه هن هيك حابين، في ناس ثانيه عزابيه لانه ما عم يعرفوا يلاقوا شريك حياه مناسب لهم او بيفشلوا على طول بعلاقاتهم. سبب عزوبيتك هو فشلك بفن المغازلة. طبعا هذا اللي كانت ذكرته آخر الدراسات. تفضيل حياة العزوبية خيار شخصي لكتار، أما لغيرهم سببه هو عدم العثور على الشريك المثالي رغم محاولات البحث الدائمة. هدول الأشخاص يطلق عليهم عازبون بالإكراه، وآخر الدراسات سلطت الضوء على مشكلتهم. الأسباب الرئيسية لعدم قدرة العازبين على إيجاد شركاء لا يقع دائماً على عاتق الآخرين،
هاد يلي توصلوا له العلماء بدراسة شملت 1228 رجل وامرأة بيتفاوتوا بحالاتهم العاطفية. طلب منهم الإجابة على أسئلة تراوحت بين قدرتهم على المغازلة وإدراك إشارات الاهتمام وغيرها، وتم تحليل النتائج وأظهرت أنه العامل الحاسم كان القدرة على المغازلة. حتى أن انخفاض القدرة على المغازلة بمعدل درجة واحدة فقط بيترافق مع زيادة العزوبية بنسبة 50%، وجاء بالمرتبة الثانية مدى قدرة المشاركين على تلقي إشارات الاهتمام من الشريك، وذلك مع وجود العديد ممن يعانون مشكلة بالثقة بمكانتهم لدى الآخرين. وجد أيضاً ارتباط العزوبية بمتغيرات أخرى مثل قلة الجهد المبذول بالمواعدة إضافة الانتقائية بالاختيار. ونظراً إلى فترة عزوبية كل من المشاركين، اكتشف الباحثون أنه زيادة درجة واحدة بمعدل القدرة على المغازلة أدت لانخفاض سنوات العزوبية بمعدل 102 سنة. كثير أشياء كنا نعملها بحياتنا مثل نشاطات وأمور ترفيهية نكسر فيها الروتين بين الفترة والتانية، للأسف نسيناها بهذا الوقت نتيجة للضغوط والالتزامات اللي موجودة بحياتنا. ونحن اليوم حبينا نعطيكم بعض الخطوات السهلة حتى تكسروا فيها الروتين اليومي الممل، وآية رح تخبرنا عنهم. صحيح يا نور، يعني رح نحكي عن 6 خطوات ممكن تساعد لكسر الروتين اليومي. وأولاً هو موضوع إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي لفترة محددة والابتعاد عنها، لأنه هالأمر بيخليك تبتعد عن الضغوطات والأخبار يلي مالك فيها، لأنه الانغماس مطولاً فيها ممكن يعرضك للاكتئاب وخاصة بالليل. وتذكر أنه بهذا الوقت أنت عم تضيع على حالك يمكن أمور جميلة قد تكون موجودة بالحياة. ثانياً انشر الابتسامة لكل يلي حواليك. باليوم اللي قررت انك تكسر فيه الروتين وخلال هال 24 ساعة حاول انك ما تخلي الابتسامة تفارق وشك، لانه رح تنعكس عليك وحتى على يلي حواليك بشكل ايجابي، ورح تكون طاقتك عالية وكلها سعادة حقيقية. اما ثالثا فالطعام له دور كتير مهم ايضا بكسر الروتين. مثلا حاول انك تطلع تاكل برا البيت، تغير اصناف الطعام اللي قد تكون متعود عليها، واختار اصناف فيها نشويات لانه كمان بتبعث البهجه والسرور على اصحابها. وممكن ايضا كطريقه ثانيه انك تستمتع بانك تشوف شيء فيلم او تسمع شيء موسيقى هاديه بين فتره والثانيه تريح بالك يعني شوي. اما رابعا فابتعد عن النصائح والالتزامات المتعبه خلال اليوم. فمو معقول انك تكسر الروتين ولسه بحياتك في ضغوطات يوميه وتعليمات من غيرك، يعني مثل ما بيقولوا اطلق العنان لنفسك وخلي حالك مسؤول عن كل شيء بيومك. وممكن باخر اليوم تحدد خطه عمل جديده واقعيه تلتزم فيها باقي الشهر. خامسا تغيير الزمن للثوابت، فتحقيق هي النقطة أيضا أمر مهم جدا، لأنه رح يطلعك من روتينك، يعني تغيير أوقات تناول الطعام، تغيير أوقات النوم، أنك تشوف رفقاتك بوقت غير معتاد. المهم أنك تكسر الملل والروتين اليومي. سادسا الجرأة كتير مطلوبة بالحياة اليومية وأهمها مع نفسك، فوقف قدام المراية واعترف بالعثرات يمكن يلي عملتها حتى تاخد موقف حازم لإبقائها وعدم تكرارها. نحنا يمكن منعتاد على أسلوب حياة ما منقدر يعني نقيم إذا كان هالروتين مفيد أو غير مفيد، لهيك أفضل حل يمكن يكون هو إن الواحد يعيد مثل ما منقول ترتيب وراء حياته كل فترة والتانية وبتفاصيل صغيرة عن جد نور بنقدر إنه نطلع من هذا الروتين البشع اللي ممكن نمر فيه. تماماً آية، في كتير أيام تمرق علينا خلص بتملي بتتضايقي بتحسي إنه ما بعرف شو بدي أعمل، شو لازم ساوي، ما عاد بدي أعمل شيء، بدي ضل قاعدة. هي الإحساس أحيانا كتير بيرافقنا بسبب الضغوطات والحياة اليومية. مثل ما قلتي بعض الأمور يلي قلتي لنا إياها وخبرتينا عنها ممكن تساعدنا بكسر هذا الروتين. في الأكلات يلي هي مثل البيتزا مثلا، وين ما أكلناها وبأي مكان هي طيبة، وممكن كمان نحن نغير روتين فيها ما نعملها بالبيت أو ناكل أكل البيت نروح ننبسط بطعمتها ندلل حالنا وندلل حالنا فيها. وشفنا مبارح الآلة يلي بتحضر البيتزا بـ3 دقائق، بس يا ترى رح نستمتع كمان
بالبيتزا المشوية على فوهة بركان ثائر؟ والله الجواب يعني يمكن رح نعرفه بأخبارنا العالمية لليوم اللي رح تكون متنوعة ورح ننتقل فيها من غواتيمالا للمريخ وبنرجع. ننتقل لفقرتنا الطبية ونحكي عن الإصابة بآلام الظهر اللي ممكن تحول حياة الشخص لكابوس حقيقي، فهي بتأثر يمكن على مختلف جوانب حياة الشخص المصاب فيها، وهذا يلي بخليه يواجه يمكن نور الكثير من المصاعب بحياته. تماماً، وفعلاً الشكوى من آلام العمود الفقري شائعة جداً، فشو المسبب لهي الآلام وكيف ممكن التعامل معها؟ ضيفنا الدكتور تامر الأمير الاختصاصي بالأمراض العصبية وآلام العمود الفقري وجراحتها رح يجاوبنا أكثر عن هي الاستفسارات، وأكيد فيكم تتواصلوا معنا عبر الأرقام رح تظهر بأسفل الشاشة وتطرحوا كل أسئلتكم على الدكتور، والرقم هو 9342، فيكم تتصلوا وتسألوا الدكتور عن أي شيء وأكيد هو رح يجاوبكم. يسعد لي صباحك يا دكتور. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا. بداية، شو هو السبب الرئيسي اللي بيجعل العمود الفقري عرضة يمكن للإصابة بالكثير من الآلام والاضطرابات اللي بنشوفها يعني بتظهر عند كثير أشخاص؟ الحقيقة لك العمود الفقري هو من المكونات الفريدة من نوعها، يعني العمود الفقري أو العمود الفقري بشكل عام والقطني بشكل خاص عنده ميزتين متناقضتين مطلوبين منه يؤديهم عبر الزمن أو عبر حياة الإنسان. أول ميزة وهي الأهم أنه لازم يتحمل، يكون عنده الصلابة الكافية ليشيل وزن المريض أو وزن الإنسان، ويعطيه القوة الكافية للقيام بواجباته اليومية، الوقوف، المشي، حمل الأشياء، هي بدها صلابة. بنفس الوقت بده مرونة ليعطينا الانحناء اللي نحن بنحتاجه أثناء حياتنا، يعني بده بنفس الوقت صلابة ومرونة. هلأ هي الصلابة والمرونة مسؤول عنا مكونات اللي بتكون العمود الفقري. في كتير ناس ما بتعرف إنه العمود الفقري مكون من عدة أجهزة مع بعض، المكون العظمي أو الفقرات والأربطة والغضاريف اللي بتربط الفقرات مع بعضها، وهي بتشكل المسكن اللي بمر فيه النخاع الشوكي اللي بنقل الإحساس والأوامر من وإلى الأعضاء المحيطة. هلأ هون بنبلش منجاوب الجواب اللي نحن عم نقول ليش هو الأكثر عرضة لأنه يصير فيه آلام، نظراً لأنه بيكون دائماً مطلوب منه مهام أكبر من الذي صمم لإله. يعني نحن لما منوقف بشكل مديد وطويل هذا عم يؤدي لزيادة وزن وضغط على الفقرات، وخاصة الفقرات القطنية اللي هي أشيع مكان للإصابة، وعم بنفس الوقت ضغط
بس مو بس على المكون العظمي، على المكون الغضروفي اللي هو بين الفقرات اللي بيعطينا فكرة انه فينا ننحني او نطخي او نميل على طرف اكثر من طرف اثناء المشي او اثناء الجلوس. هي الـ 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 الآلية اللي بتصير والضغط اللي بيصير على هاي المكونات هو السبب الأساسي للإصابة. طيب دكتور، خلينا نحكي عن أبرز آلام العمود الفقري اللي ممكن يصابوا فيها الأشخاص، وهل ممكن إحنا نحكي بس عن الأشخاص اللي ممكن هنو كبار بالعمر، ولا لا ممكن بأعمار تانية نشوف في آلام العمود الفقري وأمراض تانية؟ قطعاً، نحن قلنا الأبرز الأسباب هو الآلية اللي بنعتبرها الآلية التنكسية، يعني بسبب استهلاك العمود الفقري أو نحن قديش بنستهلك هذا العضو من جسمنا. طبعاً مو بس هي هي الآلية الوحيدة الحقيقة، يعني في عندك الآليات الأمراضية اللي بتصيب العظام بشكل عام، مثل الأمراض الرسيانية أو الروماتيزم إذا بدنا نحكي بالعامي، ممكن تصيب كجزء من الإصابة المفاصل بالعمود الفقري، هشاشة العظام، الأمراض اللي ممكن تصيب النسيج الغضروفي أو النسيج الأربطة، مثلاً عندك الالتهابات، وجود جراثيم من نوع معين بصير عندنا التهاب قرص غضروفي، قد يكون السبب رضي السقوط أو التعرض للحوادث، هذا ممكن يؤدي إلى حدوث أحياناً في الطوق نوالبية أو كسر به الفقرات، فبنصاب المكون العظمي أو المكون الرباطي، وهذا ممكن نشوفه بأي عمر. والحقيقة نحن من ملاحظاتنا السريرية بالعيادات عم نلاحظ انه في عم يراجعنا هلا نسبة شريحة. مرضى وشريحة من الاعمار الاصغر ومن الشباب هي اللي عم تكون مصابة باصابات العمود الفقري، وهي كنا ما نشوفها من 20 سنة او قبل، كانت الشريحة او شريحة المرضانا هي من الاعمار الاكبر، هلا حاليا كل ما عم تصغر الاعمار. تمام دكتور، يعني شو هي يمكن أبرز الأعراض اللي نحن ممكن نلاحظها عند الشخص اللي بيعاني من ألم بالعمود القطني، وهل الأعراض هي تتطور بشكل سريع يعني ولا لا هذا موضوع ممكن ياخذ وقت تطور الأعراض؟ هلأ الحقيقة حسب السبب، مثل ما قلنا نحن عم نحكي على مجموعة واسعة من الأعراض. لازم نعرف أنه ألم أسفل الظهر 90% من البشر رح تحس فيها في يوم من الأيام بلحظة من اللحظات، وهي حسب السبب ممكن تكون الصورة السريرية أو الأعراض. تمام. يعني نحن مثل ما بنعرف أنه حتى بالإنفلونزا أو الجريب مثل ما بقولوا بالعامي أو الرشح الخفيف بتلاقي المريض ممكن يحس بآلام بظهره بشكل خفيف، هون السبب التهابي. أوكي؟ أما إذا عم نحكي على إصابة عظمية فمنحدد أنه في ألم بالمنطقة نفسها، تشنج، صعوبة بالحركة، المريض مثلا بده يقلب من جهة لجهة بالسرير بتلاقي في عنده صعوبة، في ألم على الوقوف، في ألم على المشي، هذا وارد. إذا صار في انضغاط على العصب، وهون اللي كتير فيه بيصير مثل ما بقولوا لبس أو غموض فيها، إذا صار هل الإصابة العظمية أو الغضروفية طلع الغضروف من محله وضغط على العصب اللي مثل ما قلنا عم يمر بقناة العمود الفقري، هون بيصير عندنا شيء اللي بيسموه الناس التهاب العصب الوركي او الديسك او الم بالرجل او الم بالطرف، وبيصير عندنا اعراض عصبيه بالاضافه للالم، الم بالرجل، خدر وتنميل، وممكن يتطور مع الايام لضعف بحركه الطرف المسؤول عنه هذا العصب اللي بيسوي. طيب دكتور، قلت لنا قبل ببداية حديثك أنه ضمن آلام العمود الفقري آلام العمود القطني، هل بنقصد فيه الديسك ولا لا شيء تاني، وشو هو آلام العمود القطني؟ هلا الحقيقة العمود القطني هو جزء من العمود الفقري، بنعرف عمود الرقبي بعدين الظهري بعدين أسفل الظهر هو العمود القطني. طبعاً الديسك ممكن يكون بأي مكان من هدول، نحن عنا 33 فقرة، مو شرط القطني؟ لا مو شرط طبعاً، بس أوكي. ولكن تواجد فتق او مثل ما بيقولوا انفتاق الماده الغضروفيه من مسكنه باتجاه القناه بالمنطقه القطنيه هو اللي بنسميه نحن الديسك القطني. والحقيقه هذا اعراضه شائعه، في كثير ناس بتقول لك انا عندي التهاب عصب وركي، في ناس بتقول لك لا عندي ديسك قطني،
بغض النظر هو الحقيقة اسمه الانزلاق الغضروفي بالمنطقة القطنية. طبعاً يعني العمود القطني له تشعبات من التهاب العصب الوركي والديسك وفتق القناة، يعني ما فينا نقول إنه بس هو مرض واحد أو شائع بين الناس. لا طبعاً آلام العمود القطني بتشمل مثل ما حكينا عندها عدة أمراض، الآلام العظمية، الآلام الروماتيزمية، الآلام اللي سببها الرضية إذا صار في عنا تمزق بالغضاريف بالأربطة، وبالإضافة للي نحن الأشياء نحن عم نحكي بالناحية الأشياء هي اللي بنسميه الديسك القطني أو أحياناً بيؤدي لالتهاب العصب الوركي. تمام. طيب دكتور، لما بيجي المريض لعياداتكم كيف بيتم تشخيص حالة شخص عنده آلام بالعمود القطني؟ شو هي أبرز عوامل الخطورة اللي ممكن تصير مع الشخص بحال هو كان واصل لعندكم بعد يعني فترة متأخرة خلينا نقول؟ يعني هلا الحقيقة لك مثل ما قلنا نحن معظم الناس رح يصيبها وجع ظهر، بس مو معظم الناس بتراجع العيادات بهذا الموضوع، بتعرفي بياخذ دواء مسكنات ممكن مع الراحة، ممكن شوية مرهم كذا، بتلاقيه تحسن وما بيعود بيراجع. هلا الفئة اللي بتوصل عنا على العيادات هي نوعين حقيقة، النوع المزمن أو النوع اللي عنده آلام قطنية صار له زمان وبتروح وبتجي وبيرتاح وبيرجع بينكس، هذا النوع عادة هو المتقدمين بالسن اللي عندهم مشاكل تنكسية. تنكسية كثير ناس ما بتعرف شو يعني إنه عندي تنكس بالعمود القطني، هو المظاهر اللي بنشوفها بسبب تقادم العمر واستهلاك العمود القطني. تمام. يعني بالوقوف الطويل، بالجلوس الطويل بالوظائف المكتبية، بالانحناء المتقدم عند بعض أنواع الوظائف، هاي بتبلش تظهر علامات التنكس بالعمود القطني. والفئة الثانية اللي هي الفئة اللي بيكون فيها إصابات حادة شديدة، صاير فتق غضروفي ديسك قطني ضاغط على العصب أو صاير رض وصاير في أذية بالعمود القطني، مثلا واحد شايل شغلة ثقيلة وصار في عنا ألم شديد. هلا الحقيقة الأهم طريقة للتمييز والتشخيص بهي الحالات إنه هذا المريض بده دراسة ولا بده بس مسكنات وراحة لحتى يتحسن هو الفحص السريري. تمام. الفحص السريري بيوجهني في ضعف، في خدر تنميل بالطرف، في مشاكل تانية مرافقة أثناء الفحص السريري. ممكن هذاك الوقت نبلش بالاستقصاءات الشعاعية تتضمن صور البسيطة، صورة المرنان، لحتى نقدر العلاقة بين الغضروف والعظم وبين العصب اللي موجود، وهو الأهم وهو العنصر الأهم أنه نحافظ عليه أثناء خطة العلاج. وهلأ دكتور رح ناخد أول اتصالاتنا، في معنا اتصال من حلب. عمار يسعد صباحك يا عمار. مصطفى مصطفى الله يعطيك العافية. يسعد صباحك يا مصطفى. تحياتي لكم ولكل عاملين برنامج صباح الخير، وتحياتي خاصة للدكتور تامر. يا أهلا وسهلا فيك، بدك ترفع لنا شوي صوتك لحتى يسمعك الدكتور ويعرف سؤالك، تفضل. دكتورة أنا عندي ضغط بالفقرة الرابعة، ديسك بالفقرة الرابعة والخامسة، هذا ما بسموه هون عنا هبوط قدم. عندي هلأ أخذت 5 إبار زيل هذا المرمم للعصاب، تقريبا بعد 5 أشهر ثانيات أخذت 5 إبار زيفين، يعني المعدل بين الإبرة والإبرة الشهرة بتطول. هلأ عندي مشكلة صايرة بإجري اليسرى عند الركبة، مو الصابونة ولا تحت الصابونة، على الجهة اليمنى من إجري اليسرى، يعني بجنب الصابونة من طرف اليمنى عندي مشكلة، وانيك عبوجاني عند المفصل. شو بتنصحني؟ طيب هلا نحن اول شيء عندك فتق في النواه اللبيه بين الرابعه والخامسه ادى لهبوط قدم. نحن حلينا المشكله الاساسيه اللي ادت لهبوط القدم. وهذا سؤالي. نعم دكتور. هو مصطفى لسه معنا على الهواء؟ اوكي مصطفى. إيه؟ مصطفى الدكتور عم بيسالك، انت حليت المشكله؟ عم تسمع الدكتور؟ ايه. اذا ممكن نعدله. ايه انا المشكله هلا صار ظهري كثير كويس، يعني هلا بالفقره الرابعه والخامسه ظهري كثير كويس، عم بمشي، يعني عندي رياضه صباحيه تقريبا شي نص ساعه، ومتى شي نص ساعه، ووزني تقريبا ب 80 وعمري 54 سنه. تحسن هبوط القدم؟ هبوط القدم لما عمال امشي بحس انه اجري اليسرى تقريبا هيك بتخبط خبطه، هيك خبطه خفيفه. طيب هلا هون اللي كنا عم نحكي عنه رح اجاوبه، بس بدي نبه على شغلة كتير شائعة وذكر المريض الحقيقة،
هون عم نشوف نحن مدى سوء النظام الصحي اللي نحن بنتمتع فيه والعلاج الشعبي والمعتقدات اللي حتى بين الأطباء أحياناً خاطئة. نحن لما بيصير في انضغاط على العصب الخامس أو الجزر الخامس بديسك الرابعة خامسة أو فتق النوار اللامبية الرابعة خامسة ويؤدي إلى حدوث هبوط قدم فهذا إجراء إسعافي لتحرير العصب. تمام. إجراء إسعافي ولا نقاش فيه. لازم يعني نعمل عمل جراحي لنحرر العصب. طبعاً عمل جراحي بغض النظر عن تكنيكه تنظير مجهر ليزر هذا بنحكي فيه بعدين. بس ولكن يجب تحرير الجزر العصبي لأنه الإصابة فيه مثل ما سمعتي هي يا إما دائمة أو شبه دائمة. تمام. بيترك عقابيل دائمة. يعني المريض هلأ إذا نحن أنا بحاول خليه يرقد ممكن يصير في عنا صعوبة باستخدام الطرف. وطبعاً نحن بنتفاجأ إنه المريض أخذ إبر الفيتامين النوربيون. دائماً نحن بنشبهها لطلابنا لحتى نفهموا الموضوع. النوربيون أو الفيتامين بي 12 هو مغذي لغمد العصب المحيطي. لغمد العصب المحيطي. فنحن لما بيكون في ديسك ضاغط على العصب بيصير فينا مثل اللي ولو إنه مو تشبيه علمي بس لحتى توصل فكرة للناس مثل اللي إنسان اللي وقع عليه حيط أو شيء تقيل وأنت جيتي عوض ما تشيلي عنه هاي الضغط عم تعطيه غذاء. تمام ما استفدنا شيء. ما أنت بالأول شيل عنه الضغط وبعدين بنبلش بتغذيته لحتى يسترجع عافيته. تمام. هون الفكرة واللي عم نشوف أحد أمثلته هلأ واللي حكاه الأخ والعقابيل اللي صايرة معه. طبعاً المشكلة اللي ذكرها بعدين إنه عنده ألم بأسفل الركبة هي مشكلة مفصلية ما إلها علاقة العصب في الموضوع. إلى مشكلة مفصلية قد يكون التهاب سمحاق أو التهاب رباط بأربطة الركبة. بنصحه يراجع طبيب عظمية في مكان إقامته. تمام. يعني إحنا شوي وحنرجع أكيد نحكي على موضوع مشان ما نكون طلعنا عن موضوعنا الأساسي اللي هو ألم يمكن العمود القطني حنحكي عن علاجه. لكن من بعد ما نأخذ هالاتصال اللي معنا من نور من دمشق. يسعد صباحك من نور. صباح الخير يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا رب. الدكتور عم يسمع سؤالك تفضل. طيب شكرا. اوكي بس الصوت شوي زفينا. يعطيك العافيه دكتور. اهلا وسهلا تفضل. هلا انا في عندي وجع بمفصل الورك. نعم. يعني وركي من فوق بالمفصلين. عندي وجع بيزيد كثير على التعب. أول ما بقوم بمشي كتير خطواتي صعبة بتكون يعني بوقف شوي ثواني بعدين بحسن انقل رجلي. نعم. حتى وأنا نايمة مثلا إذا نايمة على جنب اليمين أو اليسار يعني ممكن فيق من نومي على هذا الألم. طيب. صلي سنين بهي الحالة وما عم لاقي علاج. طيب هلا هوني رح ننبه على نقطة نبهت عليها الأخت المتصلة بشغلة كبيرة. يعني قصة كتير مهمة. موضوع العمود الفقري أو العمود القطني هو بعلاقة وثيقة مع الحوض. يعني وقت نمشي في الحوض عم يكون منه الطرفين السفليين وثم العمود القطني اللي بيشيل الجزع والبطن والصدر والأطراف العلوية. هلأ هون دائما في علاقة بين هذا العمود القطني والأمراض اللي بتصيبه وبين أمراض الحوض ومفاصل الحوض. فكتير مننا بيلاحظ انه المريض اللي بيكون عنده ديسك او عنده انزلاق او عنده خاصة متقدمين بالعمر اول فترة بيكون عنده مشكلة بعموده القطني عبر 10 سنين 15 سنة بعدين بيروح هذا الموضوع بيصير عنده مشكلة بزره بيجي بيقول لك والله زري اليسار اللي عم يوجعني ما بقدر نام على طرف اليسار ما بقدر نام على طرف اليمين. ليش؟ لأنه عدم التوازن والأمراض الشديدة اللي بتصيب العمود الفقري بتأدي لأنه يكون عم ناخد حوضنا أشكال غير صحية أثناء المشي أثناء القعدة مشان نريح ظهرنا بتلاقي ضغطنا شوي على مفاصل حوضنا وهذا مع الزمن للأسف بيساوي علامات تنكسية. طبعاً الأخت المتصلة عندها تنكس وري أيمن واضح من شكاوية أنه هي عندها مشكلة ب المفصل الورك نفسه وليس له علاقة بالعمود القطني أبدا وإن كان صعب التمييز بيناتهم للناس العاديين يعني حقيقة بدأ أخصائي يميز بين الألمين وأحيانا نضطر نستخدم استقصاءات شعاعية لحتى نقدر نميز بين الألم هذا والألم هذا لأنه بالأخير نحن عم نحكي على العصب نفسه
بينقل الألم ولا المشكلة بالمفصل اللي نفسه اللي صاير فيه المشكلة. بس من الأعراض السريرية اللي قلتها هي المشكلة بالمفصل، بنصحها تراجع طبيب أخصائي مفاصل بمنطقتها، وبدها علاج على مدى طويل بإذن الله لحتى نلاقي بقى العلاج الشافي بهذا الموضوع. رح ننتقل معك دكتور لآلية العلاج، وهل في شفاء تام من آلام العمود الفقري؟ هلا لك الحقيقة، كان جراحيا او اذا بلشنا من البدايه بالاستطبابات الادويه. هلا الحقيقه هي لها علاقه بفلسفه الشفاء التام. يعني دائما نحن هذا السؤال انه انا بدي دواء ما بدي مسكن. ليكي بدي تي فورا دكتور، يعني اغلب الناس هيك ممكن يعني بيخطر ببالهم، خاصه من الالام اللي ممكن تعاني منها، والام العمود الفقري يعني مو الم سهل ابدا. طبعا بس نحن بنرجع بنقول لك كلمة الشفاء وإلى مرادفات بالإنجليزي كتير، يعني نحن دائما عنا بين شفاء بين هجوع بين تحسن بين متابعة حياة بشكل طبيعي، في كتير هون عنا معايير، وفي كتير أنا عم ركز على هالكلمة لأنه فعلا هو سؤال شائع عند الناس وعند اعتقاد شائع عند الناس. كلمة شفاء هو العودة للحياة الطبيعية، بس لا نعرف يعني هلا ستي وستك مثلا وقت تشوفيهم مثلا تلاقيها ماشيه وهي حانيه بس ما انا كثير موجوعه. لا طيب هلا هي تعتبر شفاء؟ هل العمود القطني بحاله صحيه تامه؟ لا، بس نحن بنعتبرها بحاله طبيعيه طالما هي عم تؤدي خدمتها الوظيفيه او تؤدي وظائفها اليوميه العاديه بدون ما تحتاج لمسكنات او بدون ما تحتاج لمساعده طبيه. اذا بدنا نحكي بشكل عام وبضمن المقصود من السؤال هون انه هل يوجد شفاء؟ نعم يوجد شفاء، بس هذا بيرتبط بالسبب. تمام. هل هو السبب التهابي؟ ممكن يتحسن الالتهاب. هل هو السبب رضي؟ ممكن بده علاج طويل. ولكن هون بدي ركز على الموضوع، حسب السبب يحتاج الى علاج، والعلاج هو خطه وليس وصفه وليس ظرف دواء. هي لازم نعرفها تماما. المبدا بيكون على علاج المكونات تبع العمود الفقري. إذا المشكلة بالعظم منعالج العظم، المشكلة بالأربطة منعالج الأربطة. العلاج بتضمن وصفة التهاب مثلا مضاد التهاب مسكن، وقت لازم يكون موجود. العلاج الفيزيائي هو العنصر الأهم بهذا الموضوع، يتبع بوقاية هي الرياضة أو تمارين معينة للعمود الفقري. تمام، يعني كل حالة يمكن بيكون لها تشخيصها الخاص وبيكون لها علاجها الخاص. طبعا. وبالتالي يعني توصياتكم الخاصة اللي بتنصحوها للأشخاص، لأنه الناس دائما عندها تفكير طب أنا كحدا عم بعاني من هاي الآلام شو مستقبلي حيكون، يعني فدائما عندهم خوف من هذا الموضوع حأرجع أستأنف حياتي بشكل طبيعي. فيعني الجواب عندك دكتور هو إنه حسب كل حالة. طبعا. وهي حسب السبب وحسب المرض العلاجية، ومثل ما قلنا دائما هي خطة ومانا وصفة. تمام دكتور مضى الغن، شكرك على كل المعلومات اللي قدمتها، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، شكرا كثير دكتور. اهلا وسهلا. وهلا دقائق من رياضة الصباح رح نتابعها مع بعض. يسعد صباحكم، رح نبلش اليوم تماريننا مع بعض. ناخذ نفس 2 وآخر مرة بثبت فوق 1 2 3 4 5 6 7. بريح اليوم رح أركز أكثر شيء اللي عندهم ضعف بالركب مشان أي إصابة بطلع برجل اليمين برسم دائرة 2 3 4 5 6 7 وآخر مرة وبدل الجهة العكس هلا من برا لجوا 1 2 3 4 5 6 7 وآخر مرة بريح.
باخذ نفس مشان انتقل على الرجل الثاني. بطلع فوق، واحد اثنين، واللي ما في توازن في سبت نظر، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وآخر مرة بدل جهة العكس من برا لجوا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وآخر مرة بريح واخذ نفس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هلا مكاني رح اطلع رجلين بعد الكتاف واطلع على المشاط لفوق، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، كمان مرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هلا نفس التمرين بس رح آخذ مشاطي لجوا بهذا الشكل واطلع فوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، آخر تنتين، وآخر مرة كمان نفس التمرين بس بفتح المشاط لبرا وبطلع فوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، آخر تنتين، وآخر مرة بريح. آخر تمرين بستخدم الدامبلز، بفتح الرجلين شوي وبنزل، واحد اثنين لفوق ثلاثة، ركبي مشدودة وظهري مشدود، أربعة خمسة ستة سبعة، وآخر عدة اترك الدمبلز بالأرض واطلع فوق، بريح باخد نفس. وهيك بنكون خلصنا تماريننا لليوم، بشوفكم بكرة، باي باي. يعني اليوم التنين، ومثل كل تنين اكيد هدى انضمت لنا لحتى نتعرف مع بعض هيك بجوله على اخر الاخبار الفنيه. يسعد صباحك هدى. يسعد صباحك يا هدى. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك ايه. تماما مثل كل تنين قبل الشهر الكريم بتكوني مجمعتي لنا اسبوع كامل. تماما صراحه إيه لازم، يعني بتحسي هيك بهي الفقره هيك بتكون حصيله بشكل سريع عن اهم الاخبار يلي صارت الاسبوع يلي مضى. واخبار اليوم بعيده عن الدراما، يعني بشهر رمضان حكينا كثير عن الدراما التلفزيونيه وحكينا عن المسلسلات يلي كانت موجوده بقوه. رح ارجع هيك بقى اذكركم بشيء ثاني من الفن، من الافلام، من الاغاني، من الهتات، من الترند خليني اقول. فرح بلش باول خبر معي لليوم هو عن الفنانه منى زكي ومحمد هنيدي. بصراحه ما فيني ما بلش باخبار لفنانين مصريين ولا لمنى زكي تحديدا، لانه منى زكي كمان ما فيني بلش الخبر من دون ما احكي عن لعبه نيوتن يلي كان اهم من الاهم الاعمال المصريه من المسلسلات يلي انعرضت برمضان الماضي. صح. كان له اهميه كثير كبيره، وهي حبت بعد اصداء لعبه نيوتن تاكد للعالم رجوعها للافلام، فهي قررت ترجع مع محمد هنيدي بعد 23 سنه من اشتراكه مع بعض بفيلم واحد. هن بال98
كان في فيلم اسمه الكل بيعرفه أكيد وانشهر فيه الفنان محمد هنيدي، هو صعيدي في الجامعة الأمريكية. نعرض ب 98 ومن 98 لهلأ ما في تشارك وتعاون بين منى زكي ومحمد هنيدي. فهذا الخبر كان مثل، خليني أقول هيك، مثل شيء كان خبر سعيد للشعب المصري أنه يرجعوا يلتقوا هدول الشخصين، لأنه منى زكي شكلها كتير آخذة من زوجها أحمد حلمي الكوميديا وبتنجح معها بشكل كتير بشكل كتير قوي، بالإضافة أنه هي كمان عم بتحضر لفيلم جديد. طبعاً فيلم محمد هنيدي ما ذكر اسمه ولا ذكرت التفاصيل، ذكرت لنا بس سعادتها بالمشاركة معه. أما الفيلم الثاني فهو حيكون اسمه القاهرة مكة، حيكون من إخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء. كمان هاني خليفة ما بيفوت، خليني أقول بمسلسل أو فيلم ما بيكون فيه هيك بصمة خاصة، والاسم يعني هيك القاهرة مكة يبدو في قصة تشويقية، يبدو في شيء مرتبط بأحداث مصر، يبدو في هيك قصة كبيرة رح تقدم لنا اياها منى زكي. وهدول الفيلمين تحديدا اكيد ما بينذكر هلا ايمت رح ينعرضوا، بدهم يتصوروا ويبلشوا تصوير لنعرف اذا حيكونوا على راس السنة مثلا او بس على الاكيد انهم هن مانن على عيد الاضحى. انا تحمست كثير على اجتماع منى زكي وهنيدي، لانه عن جد يعني هن كان اصلا تجربتهم السابقة حلوة، واكيد حيكون موضوع كوميدي كمان حلو، يعني ما رح نحكوا ذكر وما ذكروا، لكن هلا بنشوف يعني تطلع الاخبار عن هالفيلم. تماما هاي التفاصيل اكيد بكره بنعرفها، ولكن منى زكي في كثير ناس بتحبها بالكوميديا كثير، وهي اخذت اكثر من جائزه على اغلب الادوار اللي بتقدمها بالكوميديا، وهي دائما بتقول له لزوجها احمد حلمي انه في منافسه بيننا، حنضل حنتنافس. هن كابل جميل جدا طبعا، هذا خليني اقول التفاهم بالحب الثقة، وخليني أقول مساندة الشخص أو الرجل لزوجته، هن أكبر مثال بالوسط صحيح. الفني على هذا الشيء، الله يحميهم ويبعد عنهم ويبعد عنهم العيب. أنا جايبت لكم مقطع كتير صغير لذكر شوي بصعيدي بالجامعة الأمريكية وتحديداً هنيدي ومنى زكي، خلونا نشوفه وبرجع أكمل أخباري. بلاشي خالة ليه؟ سيرك بطل الجمهورية. ها؟ ماني تاني جمهورية، متصور مع سيادة المحافظ والصورة في البيت. يا ابني هو بطل الجمهورية في السباحة، انت في التعليم. كله تقدير من الدولة، هتحداه يعني هتحداه. هو طار ما تعقل بقى. وانت مالك انت بتعاملي فيها اول برايت؟ لا لا الا الله، خليك في حالك. طب غور بقى. ده غورة. يعني هذا المقطع او صعيدي بالجامعة الامريكية، محمد هنيدي اذا بتشوفوا صفحاته على السوشيال ميديا دائما بيقتبس منه. يعني بهمه كتير هذا العمل، وأساسا هو يلي دائما بيقول إن هو نشره جماهيريا. ناطرين أكيد عمل جديد. أما الخبر التالي هو عن الفنانة أكيد ميريام فارس. يعني ميريام فارس نزلت برمضان أغنية اسمها حالة حلوة، واللي هي مع آسر ياسين. هاي الأغنية طبعا هي مثل أغنية إعلانية لأحد المؤسسات، ولكن القصة أنه لأنه ميريام فارس وآسر ياسين وبمصر هون صار في توزيع كتير كبير، وتحديدا ميريام فارس من سنتين تقريبا، مدري 3 سنين لكون واضحة، صار معها مشكلة مع الشعب المصري. إذا بتتذكروا القصة وقتها قالت إنه أنا أكبر من مصر، وهون وقتها كان في غضب واضح جدا من الشعب المصري، إنه نحن كتير منحبك ونحن دائما نطلبك إنك تكوني موجودة معنا، ليش قلتي هاي الكلمة؟ تمام. هذا العمل ولو بعد 3 سنين كان رد لرجوع ميريام فارس لمصر وللشعب المصري. هاي حالة حلوة، هاي الأغنية اللي هلا حنسمع منها جزء، كانت من أهم ومن تريند خليني أقول، وحصلت على أكبر عدد مشاهدات بين كل الأغاني يلي انعملت برمضان. يعني ميريام فارس يعني مثل أغلب العالم يلي بتقول هي ما بتحط إيدها بشيء أو ما بتغني بشيء لحتى تكون عارفانة النتيجة إنها صحيحة 100%. يمكن لهيك قالت إنه هي بتعرف حالها وين تكون وشو لازم يكون سعرها، خليني أقول هاي الكلمة. فنانين صاروا بركزوا على هذا الموضوع، لأنه يمكن وقت بيحددوا سعر بيعرفوا هن شو رح يجيبوا أساساً أكبر وأكبر من هذا السعر يلي حطوه لحالهم. بعد هاي الأغنية على الأغلب، وفي كتير إشاعات ما بعرف إذا هي مؤكدة، إنه حتكون ميريام فارس بالدراما المصرية، ممكن يكون في عندها مشاركة بفيلم، ممكن يكون عندها مشاركة بمسلسل، ولكن هذه الأغنية تحديداً فتحت لأبواب تانية غير الغناء، أنه هي ممكن تكون نشوفها ممثلة، وهي أساساً جربت فترة تماماً، وكمان نجح كتير بعمل صدى، ولكن إذا كان في مشاركة مصرية
هون بقى بتحسي انه بقى في منافسه قويه في ايه، وفي خليني اقول امال قويه. يعني كثير صعب انه مثلا تكون ميريام فارس موجوده وما يحقق نجاح. محققين اول قسم نجاح على الاسم. هلا اكيد بقيان القصة. انا ما عم نسمع مقطع صغير من حاله حلوه هي واسر ياسين وبرجع حتى اكمل اخباري. سمعنا مقطع وما فيني اكيد اتجاوز هذا الخبر من دون ما اقول اغلب التعليقات اللي كانت على هاي الاغنيه تحديدا هو انه صوت ميريام فارس متغير. نحن بنعرف انه هي كان عندها مشكله بالحنجره وفي عندها مرض، ما حددت بالضبط شو هذا المرض، وهي الاغنيه اثبتت لانه هي اساسا صار لها 3 سنين ما حطت صوتها على ولا شيء، هي بس عم بتروح على اعلانات لفاشن لماركات معينه، عم تكون هيك مستفضايه للبيت اكثر. هاي الاغنيه الاولى وما نفدت ميريام فارس من هذا التعليق. هو صوتها فعلا في تغير، ما وضحت لسه شو صاير معاها. ما فيني اقول غير نتمنى لها اكيد الصحه وناطرين عمل جديد ثاني وتوضيح اكثر لسبب هذا التغيير، اذا هي بحاله شفاء اكيد من الامراض او من شيء اللي صاب اوتارها الصوتيه. خبر التالي هو خبر بصراحه يعني جيل ال 94 حتى يعني ما فيني انسبه بجيل معين، مسلسل فريندز او سلسله أنا ناطرة هالخبر يا هدى بصراحة مثل ما أنت آية ناطرينه في كتير عالم ناطرينه، أنا كنت ناطرته. يعني خبر كتير حلو، العالم يلي ناطرة ترجع تشوف هدول الأبطال بحلقة هي اسمها حيكون حلقة لم الشمل. يعني حيكون هي الحلقة أكيد فيها كوميديا كتير، أكيد حنشوف ضحك كتير، ولكن أهم خليني أقول محور لهي الحلقة أنه حتكون نعرف شو صار بهالشخصيات تمام هالسنين شو عملت فيهم. 17 سنة تقدم من 17 سنة ما عاد شفنا فريندز لهلأ، إلى الآن يعتبر من أكثر المسلسلات يلي بتحقق أرقام قياسية لحد هلأ بعد 17 سنة، ومن الـ 94 ضلوا عم بيقدموا للـ 2004 كل سنة كان في موسم. ما بتوقع يتكرر هذا العمل، وفي كتير آمال معلقة خليني أقول على هالحلقة لم الشمل. يعني في كيف ناس رح تكون عن جد هيك تتخيلي هلا شو حيعملوا شو حيكون فيها وخاصة إيه تماما، خاصة انه التصوير تغير. يعني اللي كانوا يعملوه من قبل التصوير تقنياته متغيرة، يا ترى نحن رح نقدر نتقبل التطور بالشيء الجديد هلا بهذا الوقت؟ ما بتعرفي لانه هن مربوطين بالمكان، خلص نحن اصلا خلصنا بذاكرتنا وبذهننا هن بحاله واحده، فرحنا كيف ممكن نشوفهم بحاله مختلفه او حتى كبروا يعني كمان، فكيف حنتقبل الشخصيات؟ اعمارهم كبرت، اشكالهم تغيرت. هذا عمر طبعا. من 2004 لهلا ومن 17 سنه نحن ما رجعنا شفنا اشكالهم الجديده. اوكي كل واحد منهم عم يعمل عمل منفرد، ولكن هن حلاوتهم مع بعضهم. مع بعض. يعني حتى اللي خبروا انه فريندز حيكون قريبا حيتم عرض الحلقه تحديدا ب 27 ايار، يعني ما انا بعيده. قربت. قربت كثير للناس اللي ناطره هذا الخبر، هن اكيد نزلوا مثل برومو او تريلر او تيزر لهي الحلقه. هو مدته قصيره جدا، ولكن هذا البرومو ما بتتخيلوا شو عمل. يعني اذا فيني اقول كسر الارقام القياسيه من وقت اللي نزل لهلا، هو فعلا كسره. خليني اورجيك جايبت لكم البرومو حتى نشوفه سوا، اعلان عن حلقه لم الشمل لمسلسل فريندز. كثير هي نحن بس عم نشوف بس من الخلف تماماً. يعني تماما يعني كيف اذا بنشوف شكلهم. بس اللي دائما بيحكوا عن هذا الموضوع الروح ما بتكبر طبعاً. يعني الروح الحلوه حتضل حلوه لو صار عمرنا 90 سنه، وهذا خليني اقول القائم على عمل هيك حلقه للم الشمل. بتعرفي هدى مره كنت عم شوف شغله انه هن كل حلقه من حلقات فريندز هي ترتبط بحاله نفسيه، يعني في حلقات انه اذا انت كنتي زعلانه ممكن تحضريها حاطينهم هيك بصف كامل، يعني هدول الحلقات اذا زعلانه حضريهم، اذا فرحانه فيك معصبه في حلقات معينه بتساعد يعني نفسيتك. فعن جد يعني طبيعي آية لانه 10 سنين ودخل لك البيت وكان اساسا من اهم الاعمال يلي انعملت لحد الان.
طبيعي هذا التقسيم مناسب لا مناسب لا لنفسيتنا. خليني اقول اخر خبر معي لليوم هو عن الفنان فادي اندراوس. يعني خبر اليوم كثير بعيد عن الفن، ماني جابت لكم عمل فني له، ما عنده تحضيرات هلا، اخر عمل اساسا نزله من سنه هو ردوا لي بنوكي ردوا لي اموالي، يلي هي كانت مثل اغنيه هيك واضحه للبنان وللحكومه وتحديدا موضوع البنوك. خبر اليوم عن فادي اندراوس، من بعد ما عمل عمليه القلب، هو من 3 سنين تقريبا عمل عمليه القلب وصورها، وكان واضح انه هو بيتمنى من اي شاب انه يكون مطمن على صحته، ما يأذي حاله، ما يعمل. فهو حب من خلال هالزيارة لمشفى، وأساسا في عنده عمل خيري وجمعية خيرية عم تدعم هذا الموضوع، هو دعم 20 طفل عندهم أمراض خلقية بالقلب وراح زارهم، وهذا العمل رح يكون كل فترة من فادي أندراوس لحتى يثبت تماما هذا هو، بأمل جديد رح يرجع قلوبهم تنبض. هذا شعاره، يعني يمكن ما حدا بيقدر يحس بهدول الأطفال غير يلي مرق بنفس التجربة. أوكي عمره 30 سنة أو 20 سنة وقت اللي عمل العملية، ولكن أكيد حيكون قلبه يلي عم ينبض من بعد ما حس بكتير إعاقات وكتير من المشاكل، أكيد رح يحس بهدول الأطفال يلي هنن بحاجة كتير مساعدة. تماماً. تمام، يعني بدنا نقول له كمان يعني أنه شكراً على هاي اللفتة الحلوة، أنه نضوي على هاي القصة، أنه نتعلم من الشيء اللي مرينا فيه ونحاول نساعد ونقدم ونضوي على هدول الناس اللي نحن ننساهم ببعض الأحيان، يعني إذا ما شفنا حدا ضوى عليهم نحن مو بذاكرتنا ولا ببالنا هدول الناس. مزبوط عن جد. فلهيك كان هذا الخبر كتير مهم مبارح، وكتير العالم تفاعلت مع فادي أندراوس. وأنا أكيد جبت لكم أغنية قديمة لفادي أندراوس هي اللي وصلته لنا وشهرته، حنسمع منها جزء وأنا بشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. إن شاء الله. شكرا كثير لك. شكرا. تحتاج ست البيت أحيانا لأفكار غير تقليدية بالطبخ حتى تنوع بالأطباق هي اللي عم تقدمها لعائلتها، ونحن دورنا نساعدكم ونقدم لكم مكونات وطريقة تحضير طبق جديد. سبرينغ رول دجاج مع الخضار، أكلة سهلة وشهية من المطبخ الآسيوي. المقادير: 2 صدر دجاج مقطع مكعبات صغيرة، عجينة رقيقة مربعات، 2 كوب جزر مبشور، علبة فاصوليا وكستنة، ربع كوب فلفلة خضراء مفرومة مكعبات، ربع كوب بصل أخضر مفروم، معلقة صغيرة سكر بني، فص ثوم مهروس، 4 معالق صغار نشا، معلقة كبيرة مي، معلقة صغيرة صلصة الصويا، معلقة صغيرة زيت نباتي، معلقة صغيرة بودرة الفلفل الأحمر. بطنجرة على النار بتحطي زيت الزيتون وبتضيفي قطع الدجاج، بتبليهم بالملح والفلفل وبتقلبي حتى يستووا منيح. بزبدية كبيرة تخلطي المي والزيت وصلصة الصويا والسكر والنشا لتحضير حشوة السبرينغ رول. بتنجر على النار بتضيفي شوية زيت زيتون وبتضيفي الجزر وبتقلبيهم على النار شوي، بعدين بتضيفي الفاصوليا والكستنة والفليفلة الخضراء والبصل الأخضر والثوم المهروس وبتقلبيهم وبتتركيهم على النار لمدة 3 دقايق حتى يدبلوا، بعدين بتضيفي الدجاج المقلي وبتقلبيه وبتتركيهم على النار لمدة 2 دقيقة حتى 3 دقايق. ضيفي خليط صلصة الصويا واخلطيهم منيح واتركيهم على النار لمدة 2 دقايق أو 3 دقايق. خدي قطعة من العجينة الرقيقة حشيها ولفيها بهاي الطريقة. كرر العملية لتخلص كل الكمية. بتحطيهم بصينية الفرن ورشيهم بالزيت حتى يتحمروا بشكل أسرع. بتحطي الصينية بالفرن لمدة 10 دقايق حتى 15 دقيقة. بتقدميها بهذا الشكل وصحتين وعافية.
أما هلأ فصار وقت نعرف حظوظنا وشو مخبي لنا الفلك اليوم مع مدام نجلة أباني. يسعد صباحك مدام. صباحك خير. يسعد صباحك يا نجلة. صباح الخير يا نور. صباح الخير لكل المشاهدين. تمنياتي لكم بالسعادة بالهنا بالخير بأنه تقدروا تنالوا اللي أنتم متمنينه يا رب العالمين. اليوم 17 أيار 17/5 كواكبنا ما زالت في أماكنها، ما زال المشتري كوكب الحظوظ سعيدة متقدما في برج الحوت، وقلنا أنه هو استثنائيا دخل على برج الحوت ويفترض يضل سنة كاملة في برج الدلو، بس سنة المشتري شوي مستعجل وحب يريح شوي. مواليد برج الأسد، مواليد برج الثور، مواليد برج الجدي، الأمور بالنسبة لألون كتير أفضل. العقرب، الأمور بدخول المشتري الحوت أفضل بالمجمل بكتير. ما زال عطارد للسفر للأوراق، ما زال يتقدم في برج الجوزاء إلى جانب الزهرة للحب والعواطف في برج الجوزاء. اثنين عم يعملوا قليل من المتاعب طبعاً إلى جانب المشتري في برج الحوت، يعني في جزء من المتاعب لمولود برج العذراء، مولود الجوزاء، مولود القوس. هلأ من العذراء والقوس الأتقل الأمور بالنسبة لألون، الأمور ما كتير الأريح. ما زال المريخ طبعاً في برج السرطان، لسه في تحذيرات شوي لمولود الجدي، مواليد برج الميزان ومواليد برج الحمل. أول أخباري العزيز ده مولود برج الحمل اللي صار له يومين ثلاثة حاطط قائمة أمامه وعم بيحاول ينفذها أو ينفذوها الآخرين، نوع من أنواع الطلبات لكن لا تنفذ منها شيء. كأنه الأمور ما كتير الأريح لمولود برج الحمل، مع أنا بعتبر أنه اليوم يعني ها أحسن تكي من اليومين الماضيين، وبكرة أكيد نهار تعويضي بالنسبة لك، بس لسه في جزء من مضايقات اليوم. لسه أنا أنصحك بتحمل أصدقائك أو أهلك أو الناس اللي بتحبهم. مولود برج الثور الأمور بالنسبة له جيدة، حركة، نشاط، علاقات عامة، تواصل، سفر إذا وضعه يسمح، بس غالباً هو يوم للتجمعات بامتياز، سواء مع أهل، أشقاء، ذكور في الأسرة، ناس صار لك زمان ما شفتون، يعني سفرة ممكن، كل واحد حسب وضعه. بس اليوم عم يتواصل مولود برج الثور مع المحيط بطريقة إيجابية. مولود برج الجوزاء غالباً عم بيكون عنده صرف إضافي. هلأ شوف، وجود عطارد ببرجك والزهرة كمان ببرجك عم بيخلي أغلب صرفك على ثياب، على أشياء تجميلية، على أشياء عقارية، يعني ماني ضد بالمجمل، بس تذكر أنه في تراجع لعطارد الشهر اللي جاي، هذا عم بيخلي صرفك بقى أكثر مما يجب، فحاول أنك تعمل نوع من أنواع الادخار. نصيحة باعتبارك أنت أصلاً حدا دائماً فاقد للتنظيم على الصعيد المالي. مولود برج السرطان نشيط اليوم، يخزي العين وعم بيرتب أموره بطريقة إيجابية. اليوم الأمور جيدة كفاءة، كنشاط، كحماس، أنت قادر على أنك توضع النقاط على الحروف. مشغول باتصالات مولود برج السرطان. دخول المشتري لبرج الحوت بلش يحسن له الكثير من الأمور. هلا حنستنى بس ليدخل العطارد، والعطارد ما كثير يعني له زورة لحتى يكمل فرحته، لأنه أعتقد أنه السادس والسابع لبرج السرطان في عندهم خطوة مهمة ممكن يخطوها، وهيك يكون فيها إنهاء لبعض المشاكل أو تحقيق لأمنية. مولود برج الأسد الحياة عم تستاء من عدم أمانة بالغالب، أو أشخاص بتحبهم مضايقينك، أو في نوع من أنواع المؤامرات. أنا أرجح صار له يومين ثلاثة برج الأسد ما كتير رضيان عما يحصل حواليه، أميل للعزلة، للكسل، ضيق خلقه شوي، يعني في شيء حاطه بباله حابب يعمله ما عم تطلع بإيده أو ما عم تزبط معه. على كل ابتداء من بكرة رح يدخل القمر عبرجك ورح يمنحك الأسبوع الأفضل بقى لتبلش تحسن أمورك وليكون في نتائج لأشياء يمكن أنت عم تزرعها بهاي الفترات. مولود برج العذراء يوم للتواصل، للتفاهم وللأخبار الجيدة. أبداً ما بظن العذراء قاعد لحاله اليوم، قاعد باجتماع عم يدعو ناس، عم يعطي توجهات، أوامر، عم يعمل نوع من أنواع العلاقات الإيجابية مع الآخرين. ما عنده شعور بالملل اليوم مولود برج العذراء، بالعكس العلاقات الاجتماعية الأفضل تعتبر بسفر أو ضيوف أو بسوق أو حابب تنزل تشتري شيء، يعني أنا بشوف الأمور إيجابية للعذراء اليوم. مع ذلك إذا بدك نصيحتي، كل شيء بتقدر تعمله اليوم ضروري اعمله ولا تأجله لبكرة. الميزان لسه الأمور بالنسبة له ما كتير مستقرة، وغالباً
ما في شيء مشاكل بشكل جدي، بس الأمور كمان ما أنا كتير الأريح. ضايق خلقك من ولد ما عم يدرس، ضايق خلقك من أخت ما عم ترد عليك أو عم تحكي معك هيك بطريقة مثلاً عكس عكاس. يعني في شيء له علاقة بنقاشات ما أنا كتير مجدية لمولود برج الميزان، أو مواجهات لا تلزمك. وأتمنى أنه ما يكون القصص العلاقة بالأمور الصحية اللي شوي متعبة، لأنه أنا أعتقد أنه في عنده نوع من أنواع القلق على أمور صحية. مولود برج العقرب أحد الأيام الأفضل بالنسبة لك، صار لك يومين ثلاثة مرتاح مبسوط، بس إذا بدك نصيحتي كل شيء بتقدر تعمله اليوم عمله، ما حيكون بكرة مثل اليوم كحظوظ. اليوم الأمور أسهل، أكثر لباقة، ألطف مع الآخرين، ممكن تحس أنه في دعم، في محبة، في مساعدات. بكرة بقى ممكن يكون في جزء من مشاكل، فاللي بتخلص منه اليوم الضروري على الأقل أو المهم بالنسبة لك كلقاء، كحديث، كنقاش، خلاص منه اليوم لأنه الأمور جيدة. مولود برج القوس، المسائل اليوم المهنية بالغالب أخذ حيز من اهتمامك. يوم فيه محبة من المحيط، فيه دعم من زملاء، عم تقبض، عم تدفع، عم تنظم، عم ترتب، عندك خطوات ناجحة بالغالب، سمعتك طيبة اليوم مولود برج القوس، وفي مدح بمواهبك مثلاً أو مدح بأمورك أو رفيق، صديق، صديقة عم بيقدموا لك مساعدة، وأحياناً المساعدة ممكن تكون مالية، بس يعني الكلمة الحلوة كمان تعتبر مساعدة وشغلة جميلة. الجدي صار لك يومين ثلاثة مكركب، ما كتير مبسوط. هلأ في نوع من أنواع النزاعات المحتملة مع الآخرين، عرفتوا هذا الإحساس إنه هدول الناس اللي حوالي مسترخيين وباردين ومهملين وحاطين الحمل علي مثلاً، هيك كأنه إحساسه مولود برج الجدي، مو لأنه ما في مساعدات، لأنه حاسس في نوع من أنواع الاستفزازات من زوجة، زوج، أحد الأولاد، ناس قراب منك. أنا برأيي إنه أنت حدا حكيم مولود برج الجدي، اليوم محتاجة الحكاية شوية حكمة بالنسبة لك، وما تضيع إنجازات كبيرة بعض الأخطاء الصغيرة. مولود برج الدلو اليوم عنده 100,000 قصة شغلته، وصل لك يومين ثلاثة غاطس بقصص العلاقة بالعمل. بقى أنا بعرف النساء بهي الفترات عم بيشيلوا الشتوي، بيحطوا الصيفي، بيعملوا نوع من أنواع يعني على العيد بيخطر لي أغلبنا نظفنا، بس يعني مشغول بشي قصة مهمة برج الدلو، ما عم يفضل يحك راسه وما عم تزبط الأمور مثل ما هو بده. يعني كل قصة بيقول هلأ خمس دقايق خلصتها تاخذ لها معه ساعة، ساعة ونص. ما بعرف إذا هو مداوم عن غيره حتى، أو في وعد موعود فيه بس حاسس إنه الأمور مو مثل ما هو بده. على كل إن هو هاليومين مو كتير الأريح للدلو. عم بيحقق النجاح مولود برج الحوت، وعنده يوم جيد لترقية، لسفر، لعلاقات، لتحسم بعض القضايا المعلقة، لأمور عملية إيجابية. أنا بعتبره يوم فيه أفراح عموماً أو نوع من أنواع البهجة. هلأ شوفوا برج الحوت، يعني مجرد إحساسه بالأمان والاستقرار والهدوء يكفيه ليشعر أنه سعيد. خليني عايد مولود اليوم، مولود 17 أيار، كل عام وانتم بخير، ضلوا مبسوطين. العامل المجد، الأكثر حكمة، الأكثر منطقية، عنيد، مسيطر، يفكر قبل أن يتصرف، ثقته بنفسه عظيمة، عنده دائما هدوء، عنده دائما صبر، محب للعائلة، للأهل، للأصدقاء، لو تكلم فحديثه مسموع منطقي، شخص بالمجمل قادر على الغفران والتبرير. قد ما غلط بحقه هو، إذا بحبك حيغفر لك عموما وحيعطيك عذر، ما أنه من الأشخاص الحادين بالتعامل مع الآخرين، رغم أنه كتير بيبين حدا حاد بمعتقداته، بس الأمور بالنسبة له جيدة كعقل. مولود 17 شخص بيفكر، بيتصرف، بيحكي بعقل، وبيفكر بالمستقبل بنوع من أنواع العقل. سنة كثير مهمة بالنسبة له، أولاً لأمور عاطفية، وأنا بشوف أموره العاطفية أفضل بكثير، خاصة هالشهرين ثلاثة القادمين. هلا شهرين ثلاثة في شيء عملي ممكن يكون إيجابي، في شيء مالي ممكن يكون إيجابي، عقد يمكن، ورقة أو سفر إذا وضعك يسمح. هلا دخول المشتري إلى برج الحوت بلش بقى يحسن لك أمورك، وفعلاً عم يمنحك شهرين ثلاثة يعتبروا الأفضل، لأنه كسنة للحقيقة لا تعتبر إحدى الأعوام الأفضل بالمجمل.
طبعا رسائلكم على 18-45 من اي موبايل داخل سوريا. محمود عم بيسألني مع صبية اسمها فاطمة. هلأ بشكل عام الأمور جيدة إذا عم نحكي كحظوظ وليس كعلاقة يا محمود، لأنه كحظوظ مساعدة جدا جدا، كعلاقة ما كتير بشوف العلاقة الأفضل. تعرف أنا بتمنى لك امرأة أكثر ذكاء. هاي الصبية طيوبة آدمية عاقلة، شو ما بتضحك عليها بتهز براسها وبتصدقك. أنا بتمنى دائما، أنت برجك برج القرد الصيني، فبتمنى دائما لبرج القرد الصيني يكون مرأة يعني تشعل ذكائه، مع أنه هي كتير طيوبة طبعا وآدمية، بس أنه الحظوظ مساعدة بهاي الفترات. خلود حسين عم من مواليد 2006 دراسيا. خلود يعني عندك حظوظ، خلود عندك حظوظ، بس خلود يعني تاسع، شو عندك شيء آخر تعمليه في الحياة غير أنك تدرسي روحي؟ شو بتعملي شيء تاني؟ بربك تبعتي لي خلود. أنا هاي السؤال مقرقني، يعني وقت الطالبات التاسع بيبعتوا لي بيقولوا لي إنه عنا حظ في النجاح. يعني أنا بقول البكالوريا بفهمها، عنده اهتمامات أخرى. التاسع شو عنده اهتمامات أخرى مثلا غير إنك تعدي وتدرسي؟ عدي ودرسي خلود. هديل بنت أميرة، يسعد أوقاتك هديل. شوفي هديل، هالشهرين ثلاثة ماني كثير مرتاحة. أنا مشكلتي إذا أنت بكالوريا ففي تراجع العطارد. أنا بخاف دائما لما بيحكم البكالوريا بالتراجع، وأكثر شيء بخاف على العذراء والجوزاء باعتبار عطارد وكوكب الأساسي، فدائما بصير عندهم هيك حالة من النسيان، حالة من عدم التركيز. فهي القصص كتير انتبهي لها يا هديل، لأنه الصراحة حظوظك جيدة وانت بنوتة شطورة. أنا برأيي أنه ممكن تطلعي بإنجاز بشوية تركيز. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا بخير. وتضلي بخير يا نجلة. شكرا كثير لك، يسعد صباحك. شكرا لك مدام نجلة. لهون مشاهدينا نكون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا، وأكيد نحن بكرة بيكون لنا موعد جديد معكم بتوقيتنا الجديد. نرجع متذكركم بعد موجز الساعة 10، يعني 10:10 فينا نقول تقريبا. إن شاء الله بنكون معكم على الهواء بكرة بموعد جديد من صباح الخير. من هون لوقتها تبقوا بألف خير. تبقوا بألف خير. باي باي.